قامت نانسي بتصوير إعلان خاص باليونيسف في بيروت بمشاركة الممثلة السورية سامية الجزائري وتحت إدارة المخرج المتميز جو بوعيد. أجواء خاصة بهذا الحدث ننقلها عبر كاميرا موزايك. هي الفكرة بحد ذاتها صارت كرمال لمرور 20 سنة على توقيع اتفاقية حقوق الطفل، وهذا يعني شغلة كثير مهمة بالنسبة لليونيسف وللأمم المتحدة عموما. فكرنا أنه أحسن شيء ممكن نعمله هو إعلان مصور حتى العالم تعرف أكثر عن اليونيسف، عن اهتماماتنا، وعن شو بنعمل نحن بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطفل وللمرأة. طلبنا من مكاتبنا المحلية بكل دولة أنه يساعدونا بهالمجال ويأمنوا لنا أطفال بعمر صغير وكمان علاقات مع مشاهير معروفين ومحبوبين بدولهم لحتى نصور معهم الإعلان. أنا كتير مبسوطة يعني بهالشي اللي عم بعمله، وهذا أقل شيء بعتقد أنه بقدر أقدمه، يعني غير أنه كفنانة كإنسانة أقل شيء أنه بقدر أقدمه للطفل، لأنه أنا بقول أنه الطفل هلأ كتير عم ينظلم ونحن وهو بحاجة أنه نكون كلنا حده. لكل طفل الحق في الحماية من العنف. أوكي، اليوم احنا قاعدين نسجل في الاستديو مجموعة سكتشات، هي مواضيع عن حقوق الطفل موجهة للطفل. كثير من العالم العربي ما يعرف حقوق الطفل، عموما حتى الطفل الصغير ما يعرف. احنا لما عملنا برنامج عن حقوق الطفل في المملكة العربية السعودية، في كثير ما يعرف حقوق الطفل، ايش هي حقوق الطفل؟ كثير من الناس يعرف ان حقوق الطفل انه يتأمل له بس الاكل والشرب وخلاص وانتهينا. حقوق الطفل كثيرة جدا يعني متعددة، لكن من خلال اللي قاعدين نعمله الان ان شاء الله حيكون عرض على كل القنوات الفضائية. هو بعمل بسيط يعني ما بدنا نتوقع العجايب منه، بس اللي حلو فيه انه كل العالم بإنسانية عم تتعاطى معه، من الاولاد اللي عم يجوا للمشاهير اللي هن انه مشاهير من الدرجة الاولى يعني. حبيت اعمل مشاركة صغيرة بمناسبة مرور 20 سنة على توقيع اتفاقية حقوق الطفل لليونيسف. يعني كلمة رسالة كلمة كتير كبيرة بحسها، يعني معنا بهي البساطة اللي نحنا منقولها أنه الفن رسالة ونحنا لازم نقدم ونعمل شيء من خلاله هيك. يعني منضل منحاول نغير شيء، منحاول نقدم شيء، منحاول نلامس الناس. وبالنسبة للأطفال يعني خاصة أنا بعد ما صار عندي ولد، فما بعرف يبدو الحساسية عندي كتير صارت زيادة، فصرت بتعاطى بهي القصص بطريقة كتير مختلفة عن قبل. أنا أعتبر كل مواطن عربي سفير إذا حط في باله عمل الخير وعمل خدمة وطنه، خدمة أهله، خدمة ناسه، هو يعتبر سفير. لكن أنا أعتبره تشريف لي لما يكون تكليف أن يكون سفير نوايا حسن. رح يكون في أكثر من فيلم، خلينا نقول رح يكون في إعلان تلفزيوني قصير رح يقطع على شاشات العربية والإقليمية، رح يكون كمان في فيلم أطول شوي رح ينعرض ب 20 نوفمبر نفسه، ورح يكون في قسم خاص عن توعية عن مرض الـ HIV AIDS أو السيدة، وشي خاص كمان بأهمية التعليم عند الأطفال.